السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع بسيط لكن مهم جدا. الفيديو ده في الأساس إحنا عملناه علشان نوضح بعض المصطلحات المهمة اللي هتقابلنا في خلال الكورس إن شاء الله. يعني مثلا أحيانا بيقابلنا مصطلح vSphere، بيقابلنا الـ ESXi، الـ vCenter وغيرهم من المصطلحات، لكن احيانا بيبقى في خلط ما بين المعنى بتاعهم. فان شاء الله احنا هنوضح النهارده بشكل اساسي ايه هي الفيسفير كومبوننت. ده هيسهل جدا علينا بعد كده موضوع الدراسه. يعني احنا مثلا دلوقتي هنوضح ايه هو الاي 6 اي، فبعد كده احنا بطبيعه الحال هنشرح الموضوع ده بشكل عملي، لكن في خلال الكورس مثلا بعد 10 محاضرات من دلوقتي هتلاقي بنتكلم ان لازم يكون مثلا عندك الاي 6 اي كونكت مثلا على الاي 6 اي كونكت على الفي سنتر. في المرحله دي لو حضرتك مش عارف بالظبط المعنى او الوظيفه بتاع الاي 6 او الفي سنتر هيبدا يحصل فيه خلط شويه. طيب عمليا لو قلنا الفي سفير كومبوننت، الفي سفير اولا كاشهر برودكت عند في ام وير واكثر من اشهر المسميات او المصطلحات اللي بتقابلنا، الفي سفير عمليا ده اسم البرودكت من الناحيه التجاريه. يعني انت اصلا في الاساس مش هتلاقي عندك خالص او بتتعامل ان انا اقول لك مثلا كونكت على الفي سفير. لو قلنا المصطلح ده يبقى لا، الكلام ده مش دقيق 100%. فالفي سفير كومبوننت ده نقدر نقول هو الاسم التجاري لمجموعه من السوفت وير او البرامج اللي انت بتستعملها بشكل يومي. حتى ده التعريف الرسمي لو حضراتكم دخلتوا على السايت بتاع في ام وير او شفت اي دوكيومنتيشن للفي سفير 7 مثلا. الاثنين كور كومبوننت بالنسبه للفي سفير كبرودكت بوجه عام هو الاي 6 والفي سنتر. طبعا في بعض الكومبوننت الثانيه لكن هي اوبشنال، مش بالنسبه لك ان انت لازم تستعملها. لكن احنا دلوقتي لو قلنا ان انت عندك اكتر من سيرفر فبالتالي هيكون عندك اكتر من اس 6 اي وهنستعمل لهم في سنتر. طبعا احنا هنوضح الفكره بتاعته، لكن ان اي حد بيقول احنا مستعملين الفيرشواليزيشن الخاص بشركه في ام وير فاساسا لازم هيكون عندك اي اس 6 اي وفي سنتر. طيب طبعا احنا دلوقتي بس هنوضح فكره سريعه عن الوظيفه بتاعت الاي 6 اي والفي سنتر، لكن احنا ان شاء الله هنشرح الكلام ده بالتفصيل نظري وعملي بعد كده بالتفصيل الممل، لان هي ده اكتر اتنين برودكت عندك هتستعملهم بشكل يومي. طيب اجمالا الاي 6 اي الوظيفه بتاعته، او الاولى قبل ما نقول الوظيفه بتاعته، عمليا ده يعني في ام وير لما بدات تنزل الفيرتشوال سيرفر كان المسمى ده او الكومبوننت ده في الاول كان اسمه جي اس اكس، وبعد كده في ام وير غيرته بقى اي اس اكس، وبعد كده بقى اي 6 اي. يعني اي 6 اي بدايه من بعد فيرجن 4 بقى الاي 6 اي، يعني مثلا 4.1 5 5.1 5.5 6 6.5 6.7 حتى الان فيرجن 7 خلاص هو الاسم اي 6 اي ثابت على كده. فايا كان لو سمعت اي 6 او اي 6 اي مفيش مشكله، هو نفس الشرح اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. طبعا جي اس 6 ما في، يعني اعتقد صعب ان حد فينا يكون قبل الكلام ده لان ده كان اول اصدارات للفيرتشوال سيرفر عند او الهايبرفايزر الخاص بفي ام وير. طيب ايه بقى هو الاي 6 اي؟ الاي 6 اي ده بكل بساطه احنا دلوقتي قلنا ان بدل ما يكون عندك فيزيكال سيرفر وينزل عليه اوبريتنج سيستم واحد زي ما احنا شرحنا في محاضره قبل كده، لا احنا عايزين دلوقتي نقدر على السيرفر ده ان احنا نكريت اكتر من فيرتشوال ماشين مستقله بنفسها بشكل خالص. علشان نقدر نعمل الكلام ده يبقى احنا لازم نجهز عندنا اول لير عندنا اللي هي الاي 6 اي. الاي 6 اي ده بكل بساطه هو ده الهايبر فايزر الخاص بشركه في ام وير. يعني زي ما مثلا في هايبر في عند مايكروسوفت، في اي 6 اي عند في ام وير. فالاي 6 اي ده هو الهايبر فايزر بتاع في ام وير، ده السوفت وير اللي بتنزله على السيرفر بتاعك بدون ما يكون السيرفر ده، يعني ده اللي بينزل على الفيزيكال سيرفر دايركت، يعني بدون ما يكون على الفيزيكال سيرفر ده اي سوفت وير خالص. هو السيرفر ده جاي لسه حديد خالص، احنا اول لير هتنزل عليه هو الاي 6 اي، لان ده الهايبر فايزر الخاص بفي ام وير اللي هيمكننا من ان احنا نكريت اكتر من فيرتشوال ماشين حسب ما احنا محتاجين بعد كده. فيبقى هو ده الاي 6 اي. طبعا
بالتأكيد بيكون عندك أكتر من A6i أو أكتر، لأن أنت يكون عندك أكتر من فيزيكال سيرفر في المكان، فكل فيزيكال سيرفر بنقول عليه A6i. ده طبعا بعد ما بننزل عليه السوفت وير الخاص بالA6i، وده إن شاء الله إحنا هنشرحه بالتفصيل يعني في خلال الفيديوهات الجاية إن شاء الله. طيب فالA6i استحالة هيكون في أي مكان بيقول إحنا شغالين بالفيسفير تمام، او شغالين بالفيمور فيرتشواليزيشن ومفيش A6i، ده مستحيل، لان يعني ده اساسي لازم يكون موجود. يعني لو ايا كان بقى المصطلح يقول لك احنا عندنا فيمور فيرتشواليزيشن، عندنا فيمور فيرتشوال سيرفر، عندنا فيسفير، يبقى خلاص مفهوم ان لازم يكون عنده A6i. طيب الكومبوننت الثاني وده برضو لازم يكون موجود، الفي سنتر، ده من الحاجات الاساسيه المهمه جدا. يعني بكل بساطه انا شخصيا دايما بقولها كده، ان الفي سفير كبرودكت لو بدون الفي سنتر فانت كده خسرت حوالي 70% من الفيتشر بتاعه الفي سفير. يعني احنا بعد كده لما هنبدا نتكلم عن المميزات اللي هتستفيد منها لما تبدا تستعمل الفي سفير، يعني لو في كام صوره احنا عرضناها في اول محاضره او تاني محاضره، اللي هي المواضيع اللي انت لازم تكون عارفها او الفيتشر يعني بتاع الفي سفير. يعني انت مثلا دلوقتي لو عايز تو مايجريت فيرتشوال ماشين من هوست لهوست اللي هو الفي موشن، عايز تعمل اتش اي، عايز تعمل دي ار اس، عايز تعمل كلون تمبلت، كل الفيتشر دي بدون الفي سنتر مش شغال. يعني الاي 6 هي مكانك ان انت تكاري فيرتشوال ماشين، تاديت الفيرتشوال ماشين، تاخد سناب شوت، فيتشر بسيطه جدا. لكن الفي سنتر اتعمل، وده حاجه كانت مهمه جدا والزاميه ان هي تتعمل. ليه؟ لان انت دلوقتي تخيل لو انت عندك مثلا 30 سيرفر، فعندنا كده في الحاله دي 30 اي 6 اي. طب انا دلوقتي لو على الفرض مثلا ان انا عايز اعمل مايجريت للفيرتشوال ماشين من الهوست 1 من اي 6 اي اي 6 اي 1 لاي 6 اي 2 مثلا، طب هنعملها ازاي بدون في سنتر؟ فمش هتقدر تعملها. عايز تعمل هاي افيلابيلتي، طبعا لسه هنفهم يعني هاي افيلابيلتي قدام، بدون الفي سنتر مش هينفع. دي ار اس، كل التفاصيل دي. عايز تعمل مثلا حاجه زي الابديت مانجر او اللي هو الاسم الجديد في السيف ان دلوقتي اللايف سايكل مانجر، برضو بدونه ده بدون الفي سنتر مش هتقدر تعمله. فبالتالي الفي سنتر في الاساس اتعمل عشان ده يبقى السنترلايز مانجمنت لكل الاي 6 اي اللي عندك. يعني بدل ما كل اي 6 اي هندخل عليه دايركت، لا، انا من خلال الفي سنتر سيرفر بدخل على الانترفيس بتاعه، بضيف كل الهوستس الاي 6 اي اللي عندي، مجرد ما بتضيفها مره خلاص هم بقوا موجودين عندك. اقدر امانج سيرفر 2 10 100 1000 ويسبورت تقريبا حوالي 10000 اي 6 اي يكونكت في نفس الفي سنتر سيرفر. فالفي سنتر سيرفر ده بكل بساطه هو ده السنترلايز مانجمنت اللي عندنا في الفي سفير. يعني مجرد ان انت ما دام عندك 2 اي 6 اي فيما فوق، خلاص يبقى الافضل ليك ان انت تستعمل الفي سنتر سيرفر. ليه لازم تستعمله؟ علشان هيسهل لك عمليه المانجمنت اليومي. انا مش محتاج دلوقتي كل ما يبقى في سيرفر اي 6 اي في حاجه هدخل عليه دايركت، لا، انا من خلال الفي سنتر هشوف كل الاي 6 اي اللي موجوده عندنا، بالاضافه ان في فيتشر ما بتشتغلش الا لما يكون الفي سنتر سيرفر موجود. تمام، فيبقى انت دلوقتي عندنا ده الاثنين كومبوننت الاساسيين اللي ما فيش مكان مش هيكون موجود فيهم. يبقى احنا دلوقتي جاوبنا على ثلاث مصطلحات مشهورين جدا وهيقابلونا. الفي سفير، الفي سفير في حد ذاته ده اسم البرودكت نفسه، انما السوفت وير اللي انت هتستعمله او الكومبوننت اللي انت هتستعمله بشكل يومي هو الاي 6 اي والفي سنتر سيرفر. طبعا زي ما قلنا في حاجات تانية لكن اوبشنال، مش الزام ان انت هتبقى موجوده عندك. طيب في نقطتين كده حبيت اضيفهم النهارده لان برضو فيهم بعض الخلط، اللي هو حاجه اسمها الهوست كلاينت والفي سفير كلاينت. دي هنشرحها طبعا بالتفصيل الممل قدام، لكن برضو حبينا كده في الفيديو السريع ده نقول ايه المعنى بتاعها. الهوست كلاينت والفي سفير كلاينت في حد ذاتهم هما مش سوفت وير معين او كومبوننت معينه او برودكت معين، لكن الهوست كلاينت والفي سفير كلاينت هي دي الاداه اللي بتمكنك ان انت تكونكت على الاي 6 اي او الفي سنتر سيرفر. سواء الهوست كلاينت او الفي سفير كلاينت هو ويب انترفيس. يعني انا مثلا دلوقتي الاي 6 اي قلنا ده فيزيكال سيرفر، نزلنا عليه الاي 6 اي كهايبرفايزر، طب انا هكونكت عليه ازاي؟ عن طريق الويب. خلاص انا عارف الاي بي بتاع الاي 6 اي، في اي ويب براوزر موجود معايا في نفس النتورك هكتب الاي بي بتاعه هدخل عليه. في الحاله دي الويب براوزر ده بنسميه الهوست كلاينت. لكن لو انا بكونكت على الفي سنتر، على الاي بي بتاع الفي سنتر، الفي سنتر ده بيبقى عباره عن فيرتشوال ماشين، هنفهم التفاصيل بتاعته كلها قدام.
لما بكونكت عليه برضو من ويب براوزر الاي بي بتاعه او النيم زي ما احنا نحب برضو فوق براوزر عادي. في الحاله دي بيتسمى الويب براوزر ده او اليوزر انترفيس في الحاله دي بنقول عليه الفيسفير كلاينت. طيب انا ليه قصدت اقول النقطه دلوقتي دي؟ لان مثلا اللي في حضراتكم درس الفيسفير زمان يعني اللي هو لغايه مثلا فيرجن 6 كان كلمه الفيسفير كلاينت ده كان مقصود بيها حاجه تانية خالص تمام، وكان في مصطلح تاني برضو بنستعمله علشان نكونكت على الفيسنتر سيرفر اللي هو كنا بنقول عليه فيسفير ويب كلاينت تمام. طيب زمان كان الفيسفير كلاينت ده اللي هي سوفت وير بتنزله على الجهاز بتاعك واكتب فيه الاي بي بتاع الفيسنتر او الاي 6 اي وكونكت عليه، يكون في الحاله دي اللي هو الفيسفير كلاينت. طيب ده في ليه؟ لان اول ما في وير نزلت الاي 6 اي والفيسنتر كان هو ما كانش في حاجه اسمها ويب انترفيس خالص ان انا كونكت عليهم من خلال ويب انترفيس، لا كان لازم يبقى عندك السوفت وير اللي هو الفيسفير كلاينت ده بتنزله على اللابتوب بتاعك او البي سي او كده وبفتحه ادي له الاي بي او النيم بتاع الاي 6 اي والكريدنشال وبدخل عليه. لكن في وير لغته بدايه من يعني كان اول ابديت، يعني هو كان موجود لغايه اول ابديت في فيرجن 6 وبعد كده اتوقف خلاص واصبح الشغل كله 100% ويب. طيب VMware لما بدأت تنزل الفيسفير كلاينت ده المصطلح ده او المسمى ده بدايته كان في الفيسفير 6.5 يعني قبل كده ما كانش فيه حاجه. طيب فالفيسفير ويب الفيسفير كلاينت ده بدايته من فيرجن 6.5 وده شغال ويب برضه. طب ايه الفرق ما بينه؟ ما احنا بنقول ان كان في حاجه برضه اسمها الفيسفير ويب كلاينت اللي كانت موجوده في بداية ما VMware بدأت تتجه ان تقدر تكونكت على A6 او الفيسنتر بتاعك من خلال الويب انترفيس. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف بكل بساطة ان الفيسفير ويب كلاينت كان شغال بالادوبي فلاش بلاير والحاجات دي علشان تقدر تشغله وتفتحه، يعني ده كان بري ريكويز في البراوزر علشان يقدر يشتغل معك. لكن ده كان بيعمل لك ليميتيشن في حاجات، وكان لو الادوب فلاش مش موجود ما كانش بيشتغل، فالموضوع ده كان بيعمل اصلا مشاكل. عشان كده في موير نزلت الويب ان هو يبقى شغال او المسمى بقى لما نقول الفيسفير كلاينت ده شغال HTML5. اي براوزر عندك بدون احتياج اي بري ريكويزت بالنسبه له ان انت بتبقى منزل مثلا ادوب فلاش بلاير او اي يعني مالتي ميديا بلاير عشان تشتغل، لا هو الموضوع دلوقتي الفيسفير كلاينت شغال HTML5. حاليا بكل بساطه مفيش حد في حضراتكم هيقابله اصلا في فيرجن 7 اي مشكله في موضوع الويب، لان في البدايه من الفيسفير 7 يعني لما نقول فيسفير 7 يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على اي 6 او الفيسنتر، كل شغل بقى فيسفير كلاينت، يعني انت شغال ويب انترفيس معتمد كبروجرامنج ليه ان هو شغال HTML5. طب امال الفيسفير ويب كلاينت؟ الفيسفير ويب كلاينت اللي هو الويب اللي كان معتمد على ادوب فلاش ده اخره 6.7، يعني حتى في موير كانت بتخطط ان يبقى نهايته 6.5 بس لا هم سابوه لغايه 6.7، يعني كان المفروض الاول ما كان يقولوا ان هيبقى نهايته في 6.5 لكن فضل شغال لغايه 6.7 واللي لسه حتى الان شغال مع الفيسفير 6.7 هيلاقي هو بيكونكت على الفيسنتر وهو مديك تو اوبشن ان انت تشتغل فيسفير كلاينت فبالتالي يبقى شغال HTML او شغال فيسفير ويب كلاينت فيبقى شغال بلايف فلاش. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هو في نهايه ديسمبر 2020 الادوب فلاش اصلا بلاير خلاص وقف وما عادش موجود، فطبعا كتير قابلهم مشكله في الموضوع ده ان البراوزر بقى فيه مشاكل وما بتقدرش تكونكت. عشان كده VMware يعتبر من فتره كبيره جدا بتوجه كل العملاء ان الكل يبدا يعتمد على الفيسفير كلاينت والاتش تي ام ال 5 لان ده هيكون الاستعمال في المستقبل كله. فيبقى احنا دلوقتي اجمالا والملخص حاليا اللي هيقابلنا في الفيسفير 7 ان انت هيقابلك احيانا هقول لك استعمل الهوست كلاينت او احيانا بنسميه في ام وير هوست كلاينت مش هيفرق او المسمى، هو يبقى ده دلوقتي عارف ان انا بقول لك من صفحه ويب انترفيس كونكت على الاي 6 اي عن طريق الاي بي او النيم الخاص بيه. طيب لو قلت لك استعمل الفيسفير كلاينت يبقى انا دلوقتي الفيسفير كلاينت ده المقصود بيه ان انا هكونكت على الفيسنتر سيرفر من خلال برضه ويب انترفيس. يعني في موير قللت دلوقتي الطرق ان انت تقدر تكونكت عن طريق اللي هو اليوزر ويب انترفيس، ان هو دلوقتي اصبح الاي 6 اي عن طريق كمسمى اللي هو الهوست كلاينت الفيسفير كلاينت بالنسبه للفيسنتر اجمالا للاثنين ويب
براوزر اي ويب براوزر عندك بدون اي بري ريكويزت او اي بري كونفيجر في الويب براوزر. طبعا هي فيم وير بتريكومند بالنسبه لما تستعمل ويب تستعمل جوجل كروم او فايرفوكس, يعني الانترنت اكسبلورر او الايدج في بعض الليميتيشن لكن بيشتغل للامانه يعني. لكن هو الافضل دايما انت تستعمل جوجل كروم او فايرفوكس. فيبقى دلوقتي ده كده ان احنا كنا عايزين نتكلم فيه النهارده, ان اول حاجه عندنا لازم تعرفها ان الفي سفير كبرودكت بيتكون من A6i سيرفر والفي سنتر سيرفر. طبعا احنا في خلال الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشرح بالتفصيل الممل ازاي بقى تبدا تعمل ديبلوي للA6i, ديبلوي للفي سنتر, ازاي هتضيف الA6i في الفي سنتر, تكريت فيرتشوال ماشين, كل التفاصيل دي. لكن الفيديو ده مهم جدا علشان تبدا تكون عارف المصطلحات دي, ملخصه للي احنا هنشرحه ان شاء الله الفتره الجايه. اتمنى الفيديو يكون جاوب على السؤال ده, ونشوفكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد. السلام عليكم.